النساء مظلومات خاصة عندنا بالموصل، ينظرون بغير نظرة، أنت مطلقة، أنت أرملة، ما تطلعين تشتغلين، وما عيب تشتغلين بمحل بينه رجال، وعيب تشتغل تطلعين. بديت بعاملتين، طور الشغل، صار عندنا قبول على الشغل، تحولنا من هالمنطقة على بيت أكبر 400 متر حتى العاملات يأخذون راحتهم، وصار عندنا أكثر من 20 عامل. أنا أرملة وما عندي يعني مصدر رزق، فما حبيت يعني أعتمد على الصدقات وعلى الناس، فطلبنا منهم عماد إنه تلقينا الشغل حتى نشتغل، حتى ما نعتمد غير على نفسنا. الناحية المادية أنا محتاجة يعني هذا المشروع حتى نعتمد على نفسنا وما نعتمد على المنظمات وعلى المساعدات، بنفس الوقت هم أساعد الأغاني اللي محتاجين، كثير نساء محتاجة هاي الشغل، حتى لا تمد إيدها، حتى تحس نفسها هي عنصر فعال بهذا المجتمع وتكون قوية.